Thank you, Dr. Ted, and the panelists for such a great session. You have truly enriched our understanding of the strategies for continuous improvement and career growth for educators through partnerships. Exploring innovative partnerships in higher education fosters collaboration between institutions, industries, and community organizations. These connections enhance resources, research initiatives, and practical learning opportunities for students. Ultimately, they prepare graduates to meet the demands of a rapidly changing workforce. To explore this further, join our final panel for today, presented by Ms. Zeina Jadaan, Head of Education in UNHCR in Jordan, entitled Exploring Innovative Partnerships in Higher Education. شكرا دكتور تيد ولضيوفك الكرام على هذه الجلسة الرائعة. لقد أثريتم بالفعل فهمنا الاستراتيجيات المتعلقة بالتحسين المستمر والنمو المهني للمعلمين من خلال الشراكات. إن استكشاف الشراكات المبتكرة في التعليم العالي يعزز التعاون بين المؤسسات والصناعات والمنظمات المجتمعية. تسهم هذه الروابط في تعزيز الموارد والمبادرات البحثية وفرص التعلم العملي للطلبة، مما يعد الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة بسرعة. لاستكشاف هذا الموضوع بشكل أعمق، نرحب بكم في جلستنا الختامية لهذا اليوم، والتي تقدمها السيدة زينة جدعان، رئيس قسم التعليم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تحت عنوان الشراكات المبتكرة في التعليم العالي. سيدة زينة، تفضلي. أهلا وسهلا للزملاء الكرام، مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا ل QRTA لاستضافتنا اليوم في هذا المساء. هذه جلسة مميزة صراحة بالنسبة لنا، أولا على حد فهمنا أنها من إحدى الجلسات الختامية كما فهمنا، وأيضا يعني نحن هنا مع مجموعة من الزملاء والخبراء الكرام، يعني سعيدين جدا بأن نكون موجودين معهم نستفيد من خبراتهم في هذا المساء. والنقطة الثالثة اللي أنا بحب أوضحها وأنوه لها أيضا، بأن هذه الجلسة لها خصوصية لأنها باللغة العربية، وكنا متحمسين يعني كمجموعة أنه سوف نتحدث في هذا الموضوع القيم بلغتنا الأم. شكرا جزيلا لوجود الجميع، سواء أونلاين فيرتشولي أو الزملاء الكرام اللي موجودين كبانلس وكمتحدثين في هذه الجلسة التي عنوانها الشراكات المبتكرة في التعليم العالي. هناك نماذج مبتكرة في بناء منظومة التعليم العالي مختلفة، أهمها شراكات على ثلاث مستويات كالتالي. هناك بعض الشراكات على المستوى الدولي أو على الصعيد الدولي، وهناك شراكات أخرى وطنية على المستوى الوطني تهدف لبناء جسور مع قطاعات مختلفة داخل الوطن، داخل الأراضي على سبيل المثال المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دولة. وهناك أيضا شراكات مع المجتمع المحلي من أفراد ومؤسسات أيضا. ووجود الضيوف معنا اليوم سوف يقومون بالحديث من خبراتهم عن وإعطاء أمثلة عن هذه النماذج المبتكرة المختلفة في بناء منظومة التعليم العالي. اسمحوا لي أن أبدأ بالتعريف بالدكتور يوسف العبد الله. الدكتور يوسف هو مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في المملكة الأردنية الهاشمية. وسعدت جدا عندما كنت أقرأ اليوم وأنا أعمل جوجل وأبحث في المزيد عن معلومات الدكتور يوسف أيضا، عن أنه مدير البرنامج الوطني لربط الصناعات بالأكاديمية، وكما أنه تحدث مؤخرا على هامش القمة العربية للتكنولوجيا والابتكار، موضحا أهمية العلاقة ما بين الجانب الحكومي مع القطاع الخاص لربط الأكاديمية بسوق العمل أيضا. فدكتور يوسف، اسمح لي أن نبدأ هذا الحوار وهذه الجلسة معك، وأن أوجه لك السؤال التالي: هل لك أن تحدثنا عن أهمية الشراكات المبتكرة في منظومة التعليم العالي في الأردن، وإلقاء الضوء على بعض البرامج المبتكرة في هذه المنظومة على المستوى الوطني؟ تفضل دكتور يوسف. بداية شكرا جزيلا على هذه المقدمة والترغيب بهذه الحلقة الختامية، وهي من باب المسك، يعني ختامها مسك، فالآن
والحضور يعني المسك من الأكاديمية إلى الحضور السادة الكرام والمشاركين الأفاضل. فشكرا لك مس زينة على هذه الكلام الطيب. وأهمية الشراكة بصدق يعني هي جزء لا يستهان به. كلنا نعلم أن عملية الشراكة الآن لا لأحد، لا على النطاق الشخصي أو المؤسسي أو التعليمي، إن كان بجميع مستوياته من التعليم الباكر أو المقدم إلى التعليم العالي أو الأساسي إلى العالي، الاستغناء عن الشراكات الحقيقية اللي في جميع مستوياتها. والشركاتنا خاصة إحنا تركيزنا على الشراكة في التعليم العالي هي أساس لهذا البعد، وهي أساس كذلك للاقتصاد المبني على المعرفة والتي ينتج عنه كثير من النتائج الإيجابية من دعم الاقتصاد، من دعم الجانب العلمي، إما على المؤسسة الأكاديمية ككل مع متطلبات الوطنية، مع ما يبدو أو ما يظهر متقدم في العالم، وينعكس كذلك على الطالب في العملية الصفية ومواكبة ما هو حديث في العالم ونتاجاته. خاصة الآن إحنا في الأردن نركز على البعد التعليم التقني، هذا بشكل عام. لكن على تجارب يعني أتطرق لتجربة أردنية من باب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بناء هذا المثلث الجميل الذي ترتكز عليه كثير من المؤسسات المعرفية والاقتصادية والحكومية والخبرات وأهل الرأي. هي الآن العلاقة الوطيدة بين القطاع العام بجميع جوانبه والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الغير ربحية. هذه الأمثلة اللي أتكلم عليها هي البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديمية، برنامج دكتور لكل مصنع. هذا البرنامج أنشئ في الأردن في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية بالشراكة مع غرف الصناعة، خاصة بدايتها كانت مع غرفة صناعة عمان ومن ثم غرفة صناعة الأردن والزرقاء وإربد وجميع الأطراف، مؤسسات الوطن العاملة من، وهنا نتكلم الصناعة بمفهومها الشامل، يعني أي عنصر يؤثر على دعم الاقتصاد الوطني ويساهم في الناتج القومي فهو صناعة. فيعني الآن الصناعة بمنظورها الشامل المتكامل التي تؤثر على دعم الاقتصاد وتثري العملية التشاركية التساهمية. وكذلك نركز بهذا البرنامج على البعد العلمي التطبيقي وليس يعني النظري الحالم أو البسيط الذي لا يؤثر على مخرجات أو مقياس بهذا البرنامج. إذا معي وقت آخر يعني أوكي. كذلك من التركيز على هذا، على الاقتصاد المبني على المعرفة وعلى البعد العلمي التطبيقي، لنا قصص عديد من قصص النجاح وقصص التي تميز بها هذا البرنامج. لكن دام نتكلم على شراكات مبتكرة فأتكلم تحديدا على موضوع الابتكار وريادة الأعمال من تجربتنا من خلال يعني بدايتها، يعني أكثر من بدأنا هذا المشوار تقريبا من 2015 من علاقتنا مع القطاع الخاص، وبدأت فكرة كيف أنه يكون لنا علاقة مع هذه المواضيع خاصة بالابتكار وريادة الأعمال والأمور الاقتصاد لدعم هذه الأمور، والتي تسهم كذلك بدعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل وتأهيل طلابنا بالمرحلة القادمة لما هو متطلبات سوق العمل. وهذه الشراكة كذلك فادتنا بعملية تقريب وجهات النظر أو الموائمة بين مخرجات التعليم العالي بجميع مؤسساته وبين متطلبات سوق العمل، لكي نعمل على تجهيز وتحضير خريجين
مواكبين لما هو جديد وفق متطلبات سوق العمل. كان لنا تجربة هي بموضوع ريادة الأعمال والابتكار، ومن خلال العلاقات مع الصناعة ومتطلبات ومواكبة ما هو حديث في العالم، إنه الآن هذه الموضوع ليس مجرد يعني موضة أو شيء عابر أو مواكبة شيء جديد، لكن تأسس إنه هذه الأمور تصبح هي ثقافة تأسيس ونشر وعملية التوعية بدايتها، ولكي تقطف ثمارها بعملية إنه ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويسابقها قبلها إنه يكون في عندي إدارة التغيير الـ change management. وكيف نوصل إلى العمل ليس فقط على الطلاب، لكن على الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والطاقم الإداري في الجامعات والمجتمعات المحيطة بالجامعة من القطاع الخاص والكوميونيتي سيرفيسز اللي محيطة بالجامعة، أن تصبح هذه الثقافة مؤسسة مؤطرة وفق جوانب لها فائدة على جميع هذه العناصر. نتج بعد أنه الآن عمل البرنامج الوطني على نشر هذا الوعي وتحضير لدورات متكاملة من غطى جميع أعضاء الهيئات يعني جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة وبعض كليات المجتمع بعدد يقارب 500 عضو هيئة تدريس مع إداريين من الجامعات مع شركاء من المجتمع المحلي من الـ change management الابتكار ريادة الأعمال، شيء يعني مقدمة و مجالات متخصصة في هذه الأمور إلى موضوع تصميم التفكير design thinking بهذا المجال. أثمر عنه فتح الآن العديد من هذه الكورسز وأصبح هو مجالات يعني متخصصة وإجبارية في بعض أو متطلبات جامعة في بعض الجامعات، و يعني يفتح يعني ليس شعبة واحدة أو شعبتين، يعني في بعض الجامعات تحت تجربة الجامعة الأردنية أنه بالفصل الواحد تقريبا أكثر من 40 شعبة بالعربي وبالإنجليزي، والذين يعطوا هذه المادة هم من الزملاء الأفاضل الذين تمرسوا وتدربوا على هذا العمل، ليس مجرد هو تنظيري عدد واذكر وقارن، لكن هو يعني فيه بعد عملي ويفتح المجال للطلاب بفكرة إنشاء استخدام هذه الأفكار بالIdeation والValidation والTesting وعمل نموذج الأعمال إلى النموذج الأعمال التفصيلي إلى فكرة إنشاء شركات ستارت أب أو ما يشابه هذا العمل، اللي بمحصلتها كمان تساعد أنه الآن ليس فقط الطالب أن يكون يبحث عن عمل، ربما أن يعمل بفكره هو ومجموعته، يمكن يعملوا على إنشاء شركة أو ما شابه. هذا في أحد القطاعات. القطاعات الأخرى في كثير من القصص في القطاعات الصناعية في الأردن، كما تعلمون أن الآن مصنف القطاعات الصناعية خلال غرفة صناعة الأردن إلى 10 قطاعات، والحادي عشر هي الصناعات الحرفية، وكذلك مع الزراعة وقطاع الخدمات، فعنا العديد من هذه القصص، قصص نجاح نباهي بها، ومنها وصل إلى حتى براءات الاختراع وفي منها كمان يعني قصص صدق يعني نباهي، و يعني دخلت مجال حتى بعضها كمان حلت مشاكل لبعض الصناعات، فتحت أسواق جديدة للتصدير وحلت كثير من المشاكل، وبعض هذه المنتجات خاصة في القطاعات الصناعات الغذائية الزراعية الصناعات الدوائية الهندسية في المواد في جميع القطاعات الصناعية كان قصص نجاح، يمكن الوقت لا يسعفني أن أذكرها الآن، لكنها موجودة كمان على موقعنا ممكن نذكرها الوقت. دكتور يوسف شكرا جزيلا، وقت ممتاز، مضمون ممتاز، وحفزت التفكير المبتكر عندنا صراحة هذه الأمثلة اللي طرحتها علينا اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف، أخذت أنا بعض النوت ممكن هيك أنهيها في النهاية في خلال حوارنا، لكنها
مدخل جميل جدا للموضوع الذي نود أن يحدثنا عنه الدكتور أشرف النجداوي. دكتور أشرف، أهلا وسهلا، مساء الخير، أهلا بك من الخليج العربي، أخواننا وأشقائنا الأعزاء. دكتور أشرف النجداوي هو نائب رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية بالإنابة، كما أن الدكتور له خبرة طويلة جدا في إدارة العلاقات الخارجية وإدارة العلاقات والشؤون الخارجية على المستوى الأكاديمي. دكتور، يعني أكيد خبرتك سوف تصب في ما نود أن نتعلمه وأن نعرفه ونتحدث عنه في هذا المساء، فاسمح لي أن أطرح عليك السؤال التالي. هل لك دكتور أشرف أن تطلعنا على أثر بناء الشراكات الدولية في دعم القطاعات المختلفة، وأثر بناء الجسور مع المؤسسات الدولية لصقل شخصية الطلاب على مستوى التعليم العالي؟ شكرا جزيلا دكتور، تفضل. شكرا جزيلا أستاذة زينة، حديث ذو شجون، وبداية أود أن أشكر أكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين والقائمين على هذا المنتدى، وأشكركم الأخوة والأخوات المشاركين بهذا المنتدى وهي الندوة. لابد من إشارة زينة لدور الشراكات الدولية في دعم القطاعات المختلفة، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة لدور الشراكات بشكل عام في صياغة مستقبل التعليم العالي. مثل ما تفضلتي في بداية حديثك، ومثل ما تفضل الدكتور يوسف عبد الله، تتعدد أشكال الشراكات مع التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. ممكن أن تكون هذه الشراكات مع القطاع العام بشقيه الحكومي وشبه الحكومي، ممكن الشراكات هذه تكون مع القطاعات الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية، وممكن أن تكون هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، وهذا يشمل بطبيعة الحال الجامعات والمؤسسات البحثية. للإجابة على سؤالك أستاذة زينب بشقيه، راح أتناول بداية موضوع الأول اللي هو دور بناء الشراكات في دعم مختلف القطاعات. طبعا نتحدث عن قطاعات تشمل التعليم، الصحة، الاقتصاد، التكنولوجيا بشكل عام. مثل ما تفضل الدكتور يوسف عبد الله، وما بزيد على كلامه، أول دور لبناء الشراكات يظهر في تعزيز التعاون ما بين القطاعات الحكومية والصناعات والقطاعات الأكاديمية. احنا بنسميه هذا تريبل هيليكس موديل، أو العلاقات متعددة الأبعاد، واللي إلها دور أساسي بضمان الموائمة ما بين احتياجات القطاعات من حيث العمالة والهيومن كابيتال ديفلوبمنت ومخرجات التعليم العالي، مثل ما أشار الدكتور يوسف. بحب أضيف على الدور وأشير إلى مجموعة أخرى من النقاط اللي بتعزز من خلال بناء الشراكات. على سبيل المثال، تطوير عمليات البحث العلمي من خلال إيجاد حلول للتحديات اللي بتواجهها هاي القطاعات والمؤسسات الصناعية، وهذا شغل شبه يومي للمؤسسات التعليم العالي المنخرطة في مجالات البحث العلمي. طبعا هذا بيكون مقابل توفير دعم وتمويل للجامعات، وتوفير فاسيليتيز، وتوفير فرص للمشاركة من قبل هاي الجامعات في تلك الصناعات. إذن تطوير عمليات البحث العلمي ومن خلال إيجاد حلول مباشرة بتصب في المشاكل والتحديات اللي بتواجه هاي المؤسسات. دور آخر لبناء الشراكات يتمثل في توفير الفرص والبيئة المناسبة لنقل التكنولوجيا من الحيز النظري إلى الجانب التطبيقي، وهي أشار لها برضو الدكتور يوسف في حديثه. بس احنا الان لما ننقل التجارب والاختراعات والتطوير الذي يحدث في الجامعات من الحيز النظري الى الجانب التطبيقي، نقترب اكثر فاكثر الى امكانيه تطبيق هذه الابتكارات وتطبيقها على مستوى اقتصادي يصب في النفع العام، ويصب في الرسالة اللي دائما بنوجهها، دور التعليم العالي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
نقطة أخرى بحب أشير لها اللي هي توفير فرص تدريب وتأهيل ورفع القدرات للطلبة، هذا شيء أساسي، دور فعال لبناء الشراكات مع القطاعات، فإحنا بنشوفه من خلال يعني مختلف القطاعات، طلابنا، طلبة جامعتنا، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وطلبة الجامعات الأخرى التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، دائما لديهم ارتباط وثيق في القطاعات الصناعية التي توفر لهم فرص تدريب وتأهيل ورفع قدرات. النقطة الأخيرة في هذا الجانب بحب أشير لها أنه إشراك القطاعات المختلفة في تطوير المناهج الدراسية والبحثية، إحنا لا نتحدث فقط عن دورهم في فتح الباب للباحثين والطلبة والأخصائيين للاستفادة يعني لإفادتهم والاستفادة منهم، لكن جزء أساسي من عملية إشراك القطاعات المختلفة هي في تطوير المناهج الدراسية والبحثية وتوجيهها نحو الموائمة ما بين الاحتياجات الصناعية ومخرجات التعليم العالي. هذا بالنسبة للشق الأول من سؤالك أستاذة زينة اللي بتعلق في دور بناء الشراكات في دعم مختلف القطاعات. الشق الثاني وهو شق أيضا ذو شجون اللي بتعلق بمدى تأثير الشراكات الدولية في صقل شخصية الطالب. قبل البدء لابد الإشارة إلى الأشكال المختلفة للعلاقات الدولية ما بين مؤسسات التعليم العالي وما بين القطاعات الخارجية. قد نتحدث هنا عن علاقات متخصصة في مجالات البحث العلمي أو علاقات متخصصة في البرامج الأكاديمية. وهناك جانب آخر من هذه الشراكات متعلق بآلية انتقال أو تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية بين هذه المؤسسات سواء داخليا أو خارجيا. تركيزنا أعتقد الآن على بناء الشراكات العالمية أو الشراكات الخارجية ودورهم. تنقل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريس والباحثين مثلا مثال عليه برامج التبادل الطلابي، تبادل الباحثين، تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، يأخذ جانب تدريبي، يأخذ جانب بحثي، يأخذ جانب تدريسي. بالتأكيد هاي البرامج بتلعب دور أساسي في صقل شخصية الطالب وإثراء التجربة الأكاديمية والبحثية للباحث والطالب المتعمق في أمور البحث العلمي. الفوائد عديدة متعددة، بدءا من تعزيز التفاهم الثقافي، تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من تجارب الغير، وهذا نقطة أساسية، الاستفادة من تجارب الغير، غيرنا من مؤسسات، غيرنا من دول، بدأ في برامج التطوير منذ عقود من الزمن، وإحنا بدأنا والكل بدأ والكل يخطأ، والاستفادة من الأخطاء والتقدم وإن نتعلم ونستفيد من أخطاء وتجارب غيرنا جزء أساسي. الموضوع الثالث كمان اللي بحب أشير له يعني غير تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل المعرفة والخبرات هو تطوير المهارات الأكاديمية والبحثية من خلال التجارب العالمية. بالنتيجة ينعكس هذا على تطوير وتحسين جودة التعليم ورفع قدرة المنظومة التعليمية، بالأخص قدرة الطالب على التكيف مع التطورات والتحديات المختلفة. وإذا ظل معنا وقت خلال النقاش قد نتطرق إلى ما هي الصفات اللي إحنا بنشوفها تغيرت في شخصيات الطلبة المشاركين في البرامج الدولية بشكل عام. شكرا جزيلا دكتور أشرف، يعني صراحة بيستمتع الواحد يسمع هذه التفاصيل أيضا، لأنه يعني من وجهة نظري وأعتقد أنه نتفق عليها كمجموعة أنه هذا التبادل الثقافي خلينا نقوله ما بين العلاقات الدولية هو لا ينطبق فقط على النظر على جامعات، النظر إلى جامعاتنا في المنطقة العربية كمتلقي دائما، ولكن هنا قد يكون لنا دور كتير كبير أيضا في نقل تجاربنا نحن للغرب والعالم ودول العالم الآخر أيضا. جميل، نعم تفضل. بلا شك، ويمكن نقطة اللي يعني لتوثيق النقطة اللي تفضلت فيها، بنلاحظ
المردود النفسي على الطالب المشارك بهذه التجارب العالمية. الطالب بيصير عنده نوع من الثقة بالنفس نتيجة للتحدث عن ثقافتنا وعن تراثنا وعن حضارتنا، وبيصير عنده نوع من الفخر إنه هو شارك في تجربة عالمية، وفعلا هو لم يكن متلقي فقط ولكن كان له دور كبير بعكس الصورة أوضح وصورة صحيحة عن الإرث الحضاري، الإرث العلمي، الإرث الإنساني لمؤسساتنا ودولنا وحضارتنا. 100% دكتور، فهون إحنا عم بنحاول نستثمر بمفهوم ليس الاستشراق فقط ولكن الاستغراب أيضا قد يكون، وهذا إلنا دور كتير كبير فيه. شكرا جزيلا دكتور أشرف، هذا موضوع زي ما تفضل ذو شجون، بنحب نحكي أكيد فيه في حلقات لاحقة إن شاء الله. بس دكتور أشرف، ساعدنا كتير أيضا ننتقل بشكل جميل لجلستنا وحوارنا مع الدكتورة ملاك، فتحدثت كتير عن دور الطلاب صح كمستقبل، كمرسل، دور البحث ودور الطلاب في البحوثات في الأبحاث عفوا، لكن كان هناك في تركيز من خلال حوارك على دور الفرد الطالب أو الطالبة في هذا المجال، وإحنا نعتقد دائما أنه هي يعني قطاع التعليم هو سلسلة، ما بنقدر نحكي عن تعليم المدرسة ونقف، أو التعليم المهني في المدرسة أو ما بعد المدرسة ونقف، أو نتحدث عن التعليم الجامعي ونقف، فهي يعني حلقة متتالية متواصلة وسلسلة من المحطات التي توصلنا لما نطمح أن نراه في مؤسسات التعليم العالي اليوم من الطلاب. وهون اسمحوا لنا أن نعرف عن الدكتورة ملاك زعلول، مدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي في الجامعة الأمريكية في القاهرة جمهورية مصر العربية، وأيضا وأنا أعمل جوجل اليوم وأبحث المزيد لأعرف أكثر عن الدكتورة ملاك، تسنت لي الفرصة أن أشارككم بفخر أنها كانت أول امرأة مصرية تنضم لمجلس إدارة معهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، ومن ثم أصبحت رئيساً لمعهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، مما يجعلها أول رئيس مصري يتم انتخابه لهذا المنصب. فما شاء الله عليك دكتورة، يعني نحن فخورين بك، مع احترامنا طبعاً جداً لزملائنا الرجال، لكن يعني بدنا نغاوز شوي مع نجاحات زميلاتنا السيدات في هذا القطاع. فدكتورة ملاك، شكراً جزيلاً على وقتك اليوم، واسمحي لي أن أوجه لك هذا السؤال. لطالما كان للمجتمع بأكمله أفراد ومؤسسات الدور الكبير في تطوير شراكات وبرامج مستدامة في قطاع التعليم على المستوى الوطني والدولي، لدى الدكتورة ملاك زعلوك الكثير في جعبتها لعرض تدخلات تتحدث عن أثر الشراكات المتشابكة بين الجامعة والمدرسة، وعشان هيك أنا حبيت أنوه أنها هي سلسلة تسلسل، يعني ما بننتقل من مرحلة لمرحلة بشكل مفاجئ لكن بشكل متسلسل. فالسؤال دكتورة ملاك، هل لك أن تحدثينا عن التجربة التي تعكس إلى حد كبير التقارب بين النظرية والتطبيق في المسيرة العلمية؟ تفضلي دكتورة. شكرا على هذا السؤال الرائع ست زينة، وشكرا على وجودي معكم دكتور أشرف ودكتور يوسف، وأيضا بشكر رانيا على هذه الفرصة الرائعة للحوار. دكتورة ملاك، يمكن الصوت عم بيقطع شوي. دكتورة ملاك، لا نستطيع أن نسمعك بشكل واضح. دكتور أشرف، دكتور مظبوط، بس عندي ولا عندكم كمان؟ صحيح الصوت كان في وعندنا كمان الصوت غير واضح. عفوا كده واضح احسن. تفضلي دكتوره. اسفه لانه احيانا بيبقى في انستابيليتي في الانترنت فبيسبب مشاكل. ففعلا هي علاقات متشابكه جدا ما بين الجامعات والمدارس، وهنا بتعتبر المدارس بمثابه المصنع المصغر للجامعة أو المجتمع الأكثر تقارباً
من كليات التربية في الجامعة، وهو فعلا هي علاقة بتمثل العلاقة بين النظرية والممارسة وتقارب النظرية والممارسة. لم يعتاد البعض أو الكثيرون على أن تكون على أن يكون القطاع التربوي لديه ابتكارات. في العادة الابتكارات بتقول للجانب الصناعي العلمي إلى آخره، ولكن لدى القطاع التربية بعض الابتكارات، وخاصة عندما يحاول أن يقارب ما بين النظرية والممارسة. وبالفعل هذه العلاقة مرت بمراحل ومحطات عديدة. ففي المراحل الأولى كان الاهتمام أكثر بالبحث العلمي والتقارب من أجل إجراء بحوث فعل داخل المدارس وإفادة المعلمين وأساتذة كليات التربية بفرق متشابكة ومتعاونة في إجراء بحوث فعل لتطوير المدارس وتطوير العملية التعلمية داخل المدارس. ثم انتقلت محطة أخرى، وهي كانت معنية بجانب التعلم والتعليم، حيث قامت الكليات أو الجامعات بدور الإرشاد التربوي والتنمية المهنية لدى المعلمين. وكانت هناك نتائج مبهرة لهذه العلاقة على الطرفين، على كلتا الطرفين. فبالنسبة للكليات والجامعات أصبح هناك أكثر ديمقراطية في تناول عملية التعلم، وأصبح هناك تعاون أوضح بعيداً عن الفردية. وأما عن المدارس فاكتسب المعلمون قدر كبير من المهارات والثقة والهوية القوية جداً للمعلمين، وأيضاً التلاميذ فعلاً ارتفعت درجاتهم وكان أداءاتهم بالفعل متميزة نتيجة لهذه العلاقة الاسترشادية والإرشادية بين أعضاء التدريس كليات التربية والمعلمين داخل المدارس. واكتسبوا خبرة أيضاً في البحوث المشتركة وفي ابتداع وإبداع سبل واستراتيجيات مستحدثة تماماً من التعليم والأداءات الصفية المبتكرة تكنولوجياً وغيره من الأشياء. ثم المحطة الثالثة، وهي الأكثر ابتكاراً، انتقلت هذه الشراكة لجزء آخر، وهي الشراكة بين طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس. وأصبحت الريادة هنا للطلاب والتلاميذ، وكان الهدف هو ربما سد عجز المعلمين، لأنه لدى مصر عجز في المعلمين مثلها مثل دول عديدة في العالم، بل أن العالم الآن يعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 44 مليون معلم. فمصر أيضا تعاني من نفس هذه الظاهرة، حيث عجز حوالي 650 ألف معلم. وبالتالي كان من المهم أن تؤازر الكلية والجامعة عمل المعلمين، وبالذات في أنشطة الطلاب، الأنشطة الطلابية. فإذا كان جيش المعلمين قادرين على سد المهام في التدريس الرسمي، فطبعاً كان من الصعب على العدد المتوفر أن أيضاً يقوم بأدواره في الأنشطة المدرسية والأنشطة الطلابية. وبالتالي وجود طلبة الجامعات للقيام بهذا الدور الهام جداً، ولكن قام هذا الدور تحت إرشاد أساتذة الجامعة. وبالتالي يمكن ابتكرنا في الجامعة الأمريكية، وهي موجودة في عديد من الجامعات، إن احنا بنقوم بقاعات بحثية مجتمعية، بمعنى إن احنا فعلاً بنمكن طلابنا من العمل داخل الحقل الميداني أثناء دراسة مادة تربوية ما، وبيقوموا بمشروعات ويقوموا بأداءات داخل المدارس،
وهي لا تعتبر ايه كويس صح فور. لا كونسيديري. هل تسمعوني؟ تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ أوكي، فتمام أستمر؟ نعم واضح؟ دكتورة تفضلي فبالتالي استمري. نعم نعم أصبحت هناك أنشطة تحت إدارة وإشراف أساتذة كليات التربية من خلال طلبة هذه القاعات البحثية، فقام هؤلاء الطلبة بأنشطة داخل المدارس بتؤدي إلى تعزيز وتعضيد الهوية الثقافية المصرية، تعزيز حقوق الإنسان، تعزيز حقوق الطفل، تعزيز العمل الجماعي، والأهم من كل ذلك أيضا تعزيز المعرفة بالاستدامة والتنمية المستدامة. فقاموا على سبيل المثال بزراعة أشجار وتشجير الفناء المدرسي، وكل ذلك مع طبعا تبادل الخبرات وأيضا تبادل المعارف حول الاستدامة والتنمية المستدامة وعملية إعادة التدوير وكل الأنشطة المرتبطة، مع ابتكار فكرة الهوية الخضراء وكيفية صناعة الهوية الخضراء لدى تلاميذ المدارس وطلاب الجامعة أيضا. وهذه الشراكة أنتجت يعني فعلا نتائج مبهرة جدا مستمرة في إعطاء التلاميذ دفعة قوية نحو المواطنة، نحو المسؤولية، الريادة، والاهتمام بمدرستهم والاهتمام بكل ما يدور حولهم في المدرسة والمجتمع المحلي. جميل جميل، رائع جدا دكتورة. حتى أنا عم بطلع على الشات، الشات اللي عم توصلنا رائع جدا، جميل جدا، مبتكر جدا. ففيدباك اوريدي موجود من الحضور أيضا أونلاين. بس فعلا دكتورة يعني طريقة رائعة جدا، تتحدث أيضا بشكل واضح عن الديمومة. يعني إحنا هون نتحدث عن شراكات، نعم نتحدث عن قطاع عام، نتحدث عن قطاع خاص، نتحدث عن مجتمع مدني، نتحدث عن مجتمع دولي أيضا. نعم هناك يعني مفهوم المسؤولية المشتركة في نهاية المطاف، لكن يجب أن أنا نقول يمكن فاتني ست زينة، فاتني ست زينة. تفضلي تفضلي دكتورة. دكتورة مش ملاك سامعاكي. سامعتيني؟ مش سامعتيني دكتور أشرف؟ دكتور يوسف سامعيني؟ أنا سامعين. دكتورة لا ملاك أنا عم بقول سامعينك تفضلي. بقوة. جيد، مش عارفة الدكتورة ملاك إذا رجعتي وسمعتيني تفضلي. يعني سامعني؟ الآن تمام، سامعة؟ سامعة، أنا سامعة. احنا سامعينك. يمكن النت ضعيف عند يمكن الدكتور. الإنترنت ضعيف. يعني نعم اللي عند كنت حابة الدكتور. أوضحه من ما تفضلت فيه الدكتورة ملاك إنه تحدثت عن الديمومة. يعني إحنا هون لا نستطيع فقط أن نكون متلقين، يعني في مجتمعاتنا، في بلادنا، في مؤسساتنا الوطنية، نعم هناك مبدأ المسؤولية المشتركة، لكن يجب أن نصل في نهاية المطاف لمرحلة وين ممكن يكون في نوع من الاعتماد الذاتي بشكل أو بآخر، قد لا يكون الاقتصادي والمالي بحت، لكن أيضا هناك كثير من مبادرات المجتمع المدني اللي بتعطينا نوع من الاستقلالية، الاستمرارية، الديمومة أيضا. ويجب أن نكون فعلا خلاقين يعني ومبدعين بإيجاد بعض الأفكار وبعض الأطروحات اللي ممكن نشتغل فيها مع بعض بهذا الاتجاه. أنا زينة سامعاني؟ سامعاني هلا دلوقتي؟ أنا سامعتك خالص وممتاز وكويس جدا دكتورة، أنت سامعتينا؟ الحمد لله. لا أنا تفضلي. بعتذر عن الانقطاع، لا بعتذر. أبدا أنا بس تفضلي. حبيت أضيف بعد في ضمن المحطات، إنه كان هناك جانب دولي في الشراكة، فكان في فرص لتبادل الطلاب عالميا والتلاميذ أيضا والمدارس وانفتاح المدارس على مدارس أخرى، لأنه جزء من هذا المشروع كان له شق دولي من خلال الاتحاد الأوروبي، حيث تعاملنا مع كليات تربية عبر العالم في فلسطين وفي لبنان وأيضا في دول أوروبية عديدة، في بريطانيا وفي السويد ومالطا والعديد من الدول.
والشراكة استفدنا من خبرات دولية أيضا، واستفدنا من فرص تبادل. فبيذكرني دكتور أشرف فعلا التبادل بين الطلبة في هذا الإطار كان هام جدا وكان ملهم أيضا. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة، بالعكس هذا ربط جميل أيضا بالموضوعات المختلفة اللي كنا عم نحكي فيها. تعليق مداخلة سريعة على موضوع تفضل. الملاحظ أنه يعني الفائدة عظيمة لطلابنا اللي بيطلعوا في تجارب لهم تجارب خارجية بلا شك، لكن تأكيد على ما تفضلت فيه دكتورة ملك، بنلاحظ ردة الفعل عند الطالب الأجنبي عند قدومه إلى مجتمعاتنا وجامعاتنا والانخراط في العملية التعليمية كما تقدم في مجتمعاتنا سواء كانت في الجامعات الوطن العربي بشكل عام. عندنا في الجامعة بشكل خاص بنلاحظ جزء كبير من ردود الفعل اللي أو الانطباعات اللي بتكون مسبقة أولية يتم ضحضها من أول يوم، من أول تجربة، من أول والتجارب اللي يعني التجارب هذه، التبادل الطلابي القصيرة اللي بتكون أحيانا من مدتها من أسبوعين قد تمتد إلى 6 شهور، ينتج عنها في كثير من الحالات أنه نفس الطالب يعود للانخراط في برامج الماجستير والدكتوراه وقد ينتقل إلى العمل في مجتمعاتنا. ليش؟ لأنه حس شعر بالتجربة، شعر أنه في فائدة عظيمة يعني بحصل عليها من نتيجة الانخراط في هاي البرامج. 100% دكتور، أتفق معك 100%. يعني شكرا جزيلا صراحة على المداخلات، يا ريت معانا وقت أكثر نقدر نسهب في هذه المواضيع أكثر، لكن يعني كانت أفكار مترابطة مكملة لبعضها البعض. من أهم النقاط اللي أنا حابة بس هيك أعطيها كويك هايلايت يعني وألقي الضوء عليها بشكل سريع من اللي تفضل فيه الدكتور يوسف، اللي هو التركيز على البعد العلمي التطبيقي. يعني أعتقد اليوم إحنا في القرن 21 بهذا العالم السريع نتحدث عن البعد الاقتصادي، ما هي حاجة السوق سواء سوق العمل الوطني أو الإقليمي أو الدولي، يجب أن يكون هناك فعلا إثراء للعملية التشاركية للمساهمة في التقارب ما بين البعد العملي والبعد التطبيقي. شكرا جزيلا دكتور يوسف. دكتور أشرف، طبعاً حضرتك وضحت بشكل جميل جداً أهمية العلاقات متعددة الأبعاد بكافة تفاصيلها، من تطوير عمليات بحث علمي، خلق الفرص والبيئة المناسبة، خاصة إحنا عم نتحدث عن عصر التكنولوجيا اليوم، فيعني هناك خصوصية وأهمية لهذه الجزئية، وطبعاً إشراك القطاعات المتعددة والتأكيد على الاستفادة من تجارب الغير. أما الدكتورة ملاك، يعني the highlight of the session كان فعلياً اللي هي الديمومة، الاستدامة، الديمومة، الشراكة ما بين الطلبة والجامعات، تيجي دور للمجتمع المدني نفسه لأنه هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تساعدنا بالاستمرارية على المدى الطويل. اسمحوا لي في نهاية هذه الجلسة أن أشارك معكم أيضا بشكل سريع جدا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أيضا فخورة جدا في شراكة جميلة جدا من نوعها مع المؤسسات الوطنية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تم إطلاق ما يسمى بتحالف التعليم العالي. تحالف التعليم العالي في الأردن مع أهم الجامعات الحكومية الرسمية والخاصة في الأردن، مع مؤسسات التدريب المهني، بعض القطاع الخاص أيضاً، وبعض الهيئات الخيرية مثل الهيئة الخيرية الهاشمية على سبيل المثال. كلياتنا اتفقنا نحط إيدينا بإيدين بعض من أجل تعزيز التحاق الطلبة الأكثر خصوصية من الأردنيين، الفئات الهشة يعني، والأكثر خصوصية من الشباب والفتيات الأردنيين، وأيضاً اللاجئين، الشباب والفتيات اللاجئين الموجودين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، تعزيز التحاقهم في التعليم العالي سواء المهني أو الأكاديمي. فاليوم تم إطلاق هذا التحالف بشهر 7، وحالياً عم نشتغل على خطة عمل لـ 2025، كيف ممكن نشتغل كلياتنا مع بعض كمجتمع مدني مع الحكومة الأردنية، مع وزارة التعليم العالي، مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعات، كيف نقدر نكمل نحط إيدينا بإيدين بعض، وأيضاً نفتح الحوار مع منظمات دولية، مع المجتمع الدولي، مع الممولين، من أهم الممولين زي الورلد بانك. اليوم كان موجود معنا أعتقد الدكتور لويس مع الدكتور أسامة في صباح أو عصر هذا اليوم، يتحدثون أيضا عن دور البنك الدولي وغيرها طبعا من المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية لدعم قطاع التعليم.
يا ريت معانا وقت أكثر، لكن يجب أن نلتزم بما اتفقنا عليه مع زملائنا من QRTA. فأود أن أشكر جميع المتحدثين، الدكتور يوسف، الدكتور أشرف، الدكتورة ملاك، على هذا الحوار القيم. أتمنى أن نلتقي ونجتمع في لقاءات وحوارات أخرى، وطبعا دكتور أسامة والفريق، شكرا جزيلا لكم على استضافتنا اليوم. إن شاء الله نكون أدينا المهمة على أكمل وجه، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكم. بس تسمحي لنا قبل النهاية بس أن يعني نشكر روعتك ويعني قيادتك للفريق والحوار الرائع اللي تقدمت فيه، وباسم إحنا الأربعة المشاركين كمان نتقدم بالشكر للمنتدى والأكاديمية الملكة رانيا لفتح هذا المجال والاستفادة والتعليقات الأكثر من رائعة اللي بشوفها من المشاركين. فيعني باسمنا إحنا كمان يعني نشكر الجميع وجميع المشاركين، شكرا جزيلا لكم. شكرا، شكرا كثير لكم، مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا زينة وضيوفك الكرام على هذه الجلسة الثرية. السيدات والسادة، لقد وصلنا إلى ختام منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين للعام 2024. بالفعل أمضينا يومين غنيين بخبرات متحدثينا وما شاركونا به من خبراتهم ومعارفهم الثرية، كما سعدنا بحضوركم الذي أثرى فعاليات المنتدى. باسم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، نود أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع المتحدثين وميسري ورشات العمل لمشاركتهم خبراتهم الغنية مع متابعي المنتدى، كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا والداعمين الذين ساهموا معنا في إطلاق هذا المنتدى. Thank you, Nas. Thank you, Zena, and the panelists. That was certainly an eye-opener discussion. We have come to the end of the Queen Rania Teacher Academy Forum 2024. It has truly been a wonderful couple of days. On behalf of Queen Rania Teacher Academy, we extend our sincere thanks to the amazing speakers, panelists, workshop facilitator, and the attendees, without whom this forum wouldn't have been possible. Special thanks to our partners, contributors, and supporters. We believe our dynamic group of speakers and panelists provided an in-depth insight as well as actionable and practical tools. حضورنا الكرام، رأيكم ذو قيمة كبيرة وموضع اهتمام الأكاديمية، لذا يرجى من جميع متابعي فعاليات المنتدى إكمال الاستبيان الذي سيصلكم عبر بريدكم الإلكتروني. كما نؤكد على أن جميع الحضور ستصلهم شهادة عبر بريدهم الإلكتروني. دمتم بخير ونلقاكم العام القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear all, your opinion is of great value. Please complete the survey you will receive via your email. You'll also receive a certificate of attendance through your emails. Thank you very much indeed and see you all next year. Goodbye.